غالب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي في هذا الفيديو واللقاء المتجدد. عاجل: عوامل سياسية واقتصادية داخلية تفرز تحولات في مواقف تركيا وإسرائيل. يرى عبد اللطيف حجازي رئيس التحرير التنفيذي لمكتبي المستقبل أن تركيا اتخذت في الآونة الأخيرة إجراءات تصعيدية ضد إسرائيل على المستويات السياسي والاقتصادي والدعائي، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وهي الإجراءات التي جاءت بعد مرور 7 أشهر على هذه الحرب. وأبرز المتخصص في الشؤون التركية في مقال نشر على منصة المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بعنوان: لماذا تعارضت تركيا إجراءاتها ضد إسرائيل في الفترة الأخيرة؟ أن أنقرة اكتفت في بداية العدوان على غزة بإدانة التصعيد الإسرائيلي مع إطلاق التصريحات والبيانات المنددة بالإجراءات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن تركيا وجدت تزايد انتقادات الدولة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بسبب استمرار حربها على غزة وتزايد الضغوط الدولية عليها لوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، فرصة لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد تل أبيب دون إغضاب حلفائها الغربيين. وعزى حجازي عدم اتخاذ تركيا إجراءات ضد إسرائيل في البداية إلى خشيتها من تدهور علاقتها مع الدول الأوروبية وواشنطن التي كانت داعمة بشكل مطلق لتل أبيب في بداية الحرب، وهي العلاقات التي عملت أنقرة على ترميمها خلال السنوات الأخيرة بعد أن تدهورت في السابق بسبب عدد من الملفات الخلافية، على رأسها تقارب أنقرة مع موسكو وعدم انضمامها للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب تدخلها العسكري على أوكرانيا وعرقلتها انضمام فنلندا والسويد لحلف الناطو لبعض الوقت قبل أن توافق على ذلك لاحقا، فضلا عن توتر علاقاتها مع اليونان، مشيرا إلى أن عودة التوتر مرة أخرى في العلاقات التركية الغربية من شأنه التأثير سلبا على الاقتصاد التركي الذي يعاني من تضخم حاد وانخفاض في قيمة العملة المحلية. ولفت رئيس التحرير التنفيذي لمكتب المستقبل الانتباه إلى أن الموقف التركي تجاه إسرائيل اتخذ منحى تصعيديا مؤخرا، وهو التغير الذي يرجع إلى مجموعة من العوامل، بعضها يرتبط بالداخل التركي ونتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس 2024، والبعض الآخر يتعلق بالتفاعلات المرتبطة بتطورات حرب غزة ورغبة أنقرة في أداء دور أكبر في القطاع في اليوم التالي للحرب.